هيا يا أطفال، لقد أتى باص المدرسة. قد أتى باص المدرسة، هيا. سوف أجلس هنا. الذهاب إلى المنزل. وأنا كذلك أحب المقعد الخلفي جدا. جاك، هيا. جاك، ماذا تفعل عندك؟ هيا. لا أريد الذهاب إلى المنزل، أريد أن أبقى في المدرسة، أريد أن ألعب بالسلايم. جاك، غدا سوف تلعب بالسلايم، اذهب الآن إلى المنزل. أريد الذهاب إلى المنزل، لا أريد الذهاب. جاك، ماذا تفعل هنا؟ اصعد إلى الحافلة، حان وقت المغادرة. لا أريد، أريد أن أبقى هنا، أريد أن ألعب، لا أريد الذهاب إلى المنزل، لا أريد سوف أصعد الحافلة. أين مكاني؟ يوجد هناك مقعدان، اجلسي هيا، نريد الذهاب. حسنا حسنا، سوف أجلس هنا. اكتمل العدد؟ يوجد نقص هنا. نعم، إنه جاك يقف خارجا. لا أريد الذهاب إلى المنزل. جاك، اصعد الحافلة، سوف نغادر، هيا. جاك، اصعد، نريد الذهاب إلى المنزل. أريد أن ألعب. هيا يا جاك، هيا، نريد الذهاب، إني جائعة، أريد أن أذهب وأتغدى، أريد الذهاب، هيا. يا لك من غبي. جاك، ماذا تفعل هنا؟ اصعد الحافلة، هيا هيا اصعد. حزنا حزنا حزنا، ذهب إلى المنزل. حسنا، لقد اكتمل العدد، مع السلامة. قد وصلنا، هيا، مع السلامة. انزل يا جاك، لقد وصلنا إلى المنزل. سوف أنزل قبلك. لم أقصد هذا. لاي. لم أقصد هذا، أرجوك لاي، عفي عن البكاء، لم أقصد هذا، عفي عن البكاء. ماذا سوف أفعل؟ لاي، ما بك؟ يدي تؤلمني، يدي تؤلمني. أين ذهب جاك؟ لقد أوقعها وهرب. لقد سقطت ناي هنا. صغيرتي، ما بك؟ لماذا تبكين؟ ناي، قولي لي. لقد سقطت من درج الحافلة. لقد أسقطني جاك من درج الحافلة. جاك؟ يدي تؤلمني. هل تؤلمك كثيرا؟ تؤلمني ذراعي. سوف نذهب حالا. إنني أتألم. أعتقد أن هذا برد، سوف أكتب لك دواء. كفي عن البكاء يا صغيرتي، كفي عن البكاء. دكتورة 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 دكتورة. ألديك أحد؟ حسنا، اجلسي هنا يا صغيرتي. تؤلمني يدي، تؤلمني. حسنا، سوف أتي حالا، انتظر قليلا، أعطيك مسكن ألم، ابقي قليلا هنا. ماذا يجري هنا؟ يدي تؤلمني، يدي تؤلمني، لقد سقطت من درج الحافلة، يدي تؤلمني. تفضلي واجلسي على هذا الكرسي، أريد أن أعاينها. قولي لي، كيف سقطت عن درج الحافلة؟ لقد دفعني جاك وأنا أنزل من الحافلة. حسنا، سوف أعاين يدك يا صغيرة. قلت لك يا ناي، لا تلعبي مع جاك. قد أنها كسر خفيف في يدها اليمين. كسر خفيف في يدها اليمين؟ نعم، سوف أجبر لها يدها. لقد جاك كسر يدي، جاك كسر يدي. قلت لك لا تلعبي مع جاك. أمي لم ألعب معه، فقط كنت أمازحه. بيد يدي تؤلمني. حسنا، سوف أجبر لك حالا. هيا ضعي يدك هنا. قد انتهينا، بعد 3 أسابيع سوف أنزل الضماد عنها. سلامتك يا داي. قولي لي، هل تحسنتي؟ قليلا يا دكتورة. الحمد لله على سلامتك يا صغيرتي. أمي لقد تجبرت يدي، لا أريد. قلت لك يا ناي، لا تلعبي مع جاك. لا يريد أحدا أن يلعب معي يا أمي، لا يريد. ليلي لا تقبل، ولا راما، ولا تيا، ولا أحد يريد أن يلعب معي. أريد صديقة جديدة، لا أريد أن ألعب مع جاك، لا أريد أن ألعب مع الـ Sisters. حسنا، لقد أحضرت لك الـ OL Surprise للـ Sisters،
صديقة جديدة لك، تفضلي. لقد أتتني صديقة جديدة. يا ترى ماذا سوف تخرج لنا اليوم؟ هيا لنرى. إنها LOL سبرايز للسيسترز، ليل تعني ليتل سيسترز، الأخوات الصغيرات، مثل هذا. ها هو المسج، سوف نقرأ هذا المسج. هنا يوجد نار زائد سهم. حسنا سنرى. هيا يا ناي. قبعة يد جميلة. إنك صديقة ناي الجديدة. أنا أريد أن أرى صديقتي الجديدة. انتبهي على يدك. أريد أن أراها. أين هي؟ أنا أحببتك. مرحبا بك في LOL سبرايز للسيسترز. تكي، أيدك تؤلمك؟ نعم، لقد كسرها إحدى الزملاء. ما عليك؟ شيء جميل، حقيبة يد صغيرة. نعم، إنها حقيبتي. انظري ما أجملها يا ناي، جميلة جدا. لنرى، ها هي القائمة. الكوين. يا لها من طفلة جميلة، سوف تصبحين صديقة ناي. هيا نذهب إلى المنزل يا أمي لنلعب. هيا هيا يا صديقتي. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من LOL Surprise. هيا لنذهب إلى المنزل. السلامة.